السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في الحلقه الرابعه من سلسله بوكابري السلسله التي تتعلمون فيها مصطلحات جديده تخص مواضيع مختلفه وكذلك كلمات مهمه جدا واساسيه في التواصل فدرس اليوم سوف يركز على المصطلحات التي نستعملها لكي نصف الشكل الخارجي باللغه الانجليزيه درس فعلا ممتع وحاولت ان ادخل الكثير من الصور لكي يكون ممتع اكثر كذلك فلنشاهد الدرس الاشتراك في قناتي هذه وكذلك الاشتراك في قناتي الثانية للفلوجات والمعلومات العامة ونصائح أخرى كذلك كذلك تابعني على مواقع التواصل الاجتماعي إذا أول كلمتين هي أقوي أقوي يعني قبيح الشكل كرر بعدي أقوي أقوي كذلك لدينا كلمة beautiful beautiful وتعني جميلة عادة نستعمل beautiful مع النساء مع المؤنث وليس مع الرجال أو المذكر مرة أخرى beautiful لاحظ أنني أنطق كلمة beautiful نطق أمريكي فلا أقول beautiful ولكن أقول beautiful attractive جذابة attractive يمكنك أن تستعمل attractive مع الإناث والذكور كذلك من الشائع استعمال attractive مع الإناث أكثر ولكن كذلك يمكنك أن تستعملها مع الذكور attractive جذابة handsome <هانتم> handsome <هانتم> تعني وسيم يعني تعود على الرجال handsome <هانتم> handsome. <هانتم> طّع فأنت لا تقول طّال طّال، لا، فأنت تقول تو طّع، وتعني طويل أو طويلة. short short قصير أو قصيرة. short thin thin Slim، slim، فنقطة مهمة جدا. Thin وكذلك slim يعني, يعني نحيف أو نحيفة. Thin وكذلك slim، ولكن ركز معي عندما تقول thin فهي آه كلمة آه يعني سلبية سلبية قليلا، ولكن عندما تقول slim فهي كلمة إيجابية أكثر فأن تقول لي أنت سليم وكأنك تمدحني ولكن لو قلت لي أنت ثين وكأنك تقول أنت نحيفة وأنا لا أحب ذلك يعني من هذا المنبر فأن تقول لشخص ما سليم أحسن من أن تقول له ثين فات heavy فات heavy فات كلمه سلبيه جدا وتعني سمين او سمينه فات فحاول ان لا تقول لشخص انت فات you are fat لانها فعلا كلمه سلبيه ولكن ان تقول heavy فهي اكثر احترام واكثر ايجابيه ان تقول لشخص ما you are heavy افضل يعني heavy وكانك تقول انك انت شخص تقيل الوزن على سبيل المثال هافي ولكنها أكثر احترام من فات بلوند بلوند شقراء الشعر بلوند برونات برونات فبرونات نقولها لكي نصف الفتاة ذات الشعر البني اللون curly hair curly hair شعر مجعد curly. curly هي مجعد straight hair straight hair وطبعا hair هي الشعر ليس كذلك ف straight hair هو شعر مستقيم اوكي كما ترى في الصورة شعر مستقيم ليس فيه اي تجاعد وعندما تريد ان تصف لون العينين فكل ما عليك ان تقوله هو لون العين ويمكنك أن تقول على سبيل المثال إن كانت العيون خضراء يمكنك أن تقول green eyes إن كانت العيون زرقاء يمكنك أن تقول أن تقول blue eyes إن كانت العيون بنية يمكنك أن تقول brown eyes إلى آخره فأنت فقط تستعمل اللون لكي تصف العين كذلك بالنسبة للأشفار فإن كانت الأشفار طويلة يمكنك أن تقول long eyelashes long eyelashes long هي طويلة لا تقول tall لا تقول tall okay تقول long long eyelashes eyelashes إن أردت أن تقول أشفار قصيرة سوف تقول short eyelashes short eyelashes كذلك إن أردت أن تقوم بوصف الشفاه فإن كانت الشفاه رقيقة مرة أخرى يمكنك أن تقول thin, thin lips شفاه رقيقة, thin lips مثل الفتاة التي في الصورة لديها شفاه رقيقة، إن أردت أن تقول شفاه غليظة سوف تقول full lips, full lips, اوكي. Okay. أذكرك أن تقوم بالضغط زر الإعجاب لهذا الفيديو لأن ذلك يساعد القناة كثيرا فتمرينك هو أن تقوم بكتابة فقط يعني نص صغير جدا لكي تصف أي شخص يمكنك أن تصف نفسك أن تصف صديق أن تصف أمك أختك أي شخص تريد يعني فقط قم بوصف هذا الشخص واكتب فقرة صغيرة أو قصيرة جدا في التعليقات تحت هذا الفيديو حاول أن تستعمل أكبر عدد ممكن من الصفات التي تعلمناها اليوم في هذا الدرس وإن شاء الله سوف أحاول أن أصحح لك الإجابة فكان هذا هو الدرس أتمنى أن يكون قد أعجبك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته